مكتبة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أجمل وأفخم مكتبات السعودية، والله يقول العالم فيها السكينة والطمأنينة. إن بغيت مكتبات إلكترونية، كل طالب له جهاز أو كل مراجع له جهاز. إن بغيت المباشر، إن بغيت الكتب الإلكترونية، إن بغيت الرسائل العلمية، يعني مكتبة الحرم النبوي يوفر لطالب العلم أو للقارئ أجمل الأجواء الروحانية، من السكينة، من الروحانية، من استشعار الإيمان. سبحان الله. لا إله إلا الله. ترى الحين ما في زحام لأن الوقت 9 صباحا، بس شوفوا كبرها ما شاء الله. واحد من جهتين، اثنين من جهتين، ثلاثة من جهتين، أربعة من جهتين. لا شوف طولها بعدين، شوف آخر الدنيا. ولم يكتفوا بذلك فقط، وإنما طالب العلم 24 ساعة من ماء زمزم. الله أكبر. كل صلواتك في الحرم، عند الأذان وأنت في الحرم كل صلواتك تصليها في الحرم، وتأتي وتدرس هنا، وعندهم الكلية، وعندهم المعهد في المتوسطة والثانوية. لا إله إلا الله. لا أعلم على وجه الأرض أعز مكانا وأقدس مكان وأجمل مكان من هذه الأماكن، العلم والدعوة والجهاد.